القناع. واش اون افي لي كازيرن ا كوتي بور نو سيرفير دي زارم اولترا مودرن في الجبل تي تروفي اوسي لي جون اللي عندهم لي زارم تاع 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 الصياده. Il y a une répression féroce du peuple algérien qui a entraîné 23 000 arrestations et 4 000 disparus. في ذاك الوقت ما كانوش كانت غافلة فرنسا تقول لك المرأة عمرها ما تقدر تخدم مع الراجل. العذاب الثاني التريسيتي والماء والضرب والمقابلات. هن عينات ممن عجزن الجنرالات الفرنسية والمظليين في العاصمة، غالبيتهن من عائلات ميسورة الحال، رغم سنهن المبكر كن لغزا بل أشباحا طاردت الجيش الاستعماري خلال معركة الجزائر بداية من سنة 1956 إلى غاية الاستقلال. في الديكلونشمون بداوا يخدموا البنات. وعلاش بداو يخدموا البنات؟ البنات قاوموا وكان العمل تاعهم عمل يعني فعال. واضطرينا باش يعني هاليوم يتحطوا لازم يتخيروا البنات. لا من ناحيه الصفه ولا من ناحيه يعني الشبه. يعني شويه باش يعقبوا غير معروفين. باش كي يمشيوا ويدوا بالبومبات يحطوهم. ما يعرفهمش اذا كانوا عربيات ولا فرنساويات. ينقلوا الرسائل من عند المسؤولين تاع الناحيه. كان يطروانا ثلاث ناحيات، الناحيه الاولى والثانيه والثالثه. الناحيه الاولى هي لا كاسبا، الناحيه الثانيه هي بيكور، الناحيه الثالثه هي سانتوجين. كل ناحيه عندها يعني جميلة بوباشا التي تصدر اسمها الصفحات الأولى للجرائد الفرنسية عند اعتقالها ليلة العاشر من شهر فيفري 1960 كانت قد قامت بمهمات لم تكن بالسهلة. كان مسارها مليئاً بأحداث مثيرة مع السلطة العسكرية الفرنسية. تربيت في عائله يعني تاع مناضلين تاع بي بي اي ام تيل دي. كان دايم نشوفوا احنا دراري يعني ان جروب تاع رجال يعني يقعدوا في البيت. كان بابا جاب لدارنا خبا سي محمود بوزوزو، كان في الكشافه الاسلاميه الجزائريه، كان مع السي قداش الله يرحمه الى اخره. هذيك كي كبرت لي عرفت يعني السي قداش. كي بديت نكبر شويه قلت لبابا، قلت له يا بابا حبيت ندخل في لمتال دي كيما انت. قال لي ما كاش نسى. مالك كنت انا نروح للمدرسه تلاقيت مع بروفيسور دغاب خيرة أبو بكر، كانت بزاف تهضر معايا وحست بالك فيا بلي فيا شوية روح الوطنية ولا ما نعرف. قالت لي لا كانت حبيت تدخلي في حركة وطنية. قلت لها ماذا بيا، هذاك واش راني نحوس. دخلتني معاها لودما، وكي اندلعت التورة جاو الخويا وهي مجموعة تاع سيد سويداني بوجمعة الله يرحمه. هذا سيتي
سي عبد الكريم مون فرير، هذا يقولوا له سي عبد الكريم مون فرير، كان في البليده، هو اللي اتصل بخويا وبعائلتي باش يعني يخدموا في الثوره هذه، في بالك في الاول لي بروميير زاني تاع 55. وبقى خويا دونك مع اتصال بهم، وما واحد نهار قلت له يا خويا حبيت ندخل معاك، قال لي ما نعرفش هاد الناس، بقيت مراه ما قال لي لا قال لي انا ما نعرفش هاد الناس وحبيت تحصليني الى اخره. سقسى واحد صاحبه تشاور معاه واسمه مصطفى شلحه، نهار رحت المره الاولى قال له جيبها، قال لي نشوف كي لا تخافي ولا ما تخافيش، عطاني دي تراكت باش نوصلهم، وعاود توليت. ونهار اخر عاود قال له لخويا قول لها تجي، عطاني كابوس قال لي ديه المطعم الفلاني، حصهم بشويه بديت هكذا كل ما يزحقني يعيط لي. زليخة أبو جمعة أصبح اسمها متداولاً في كتب الجنرالات الفرنسية نظراً لعمليات تضليل العدو التي قامت بها عند تقديمها خدمات لقادة جبهة التحرير في العاصمة، وما قامت به لتسهيل مهمة التنسيق بين القادة والفدائيين بعيداً عن أنظار جيش الاحتلال. زدت في حومة وإن كانوا عندنا بزاف أولاد يعني اللي بداوا الثورة، منهم زبير بوعجاج، منهم علي هارون، منهم خوا واحد أخرين. ومن بعد كان عندي أنا يا واحد الناس يجي واسمه محمد سحنون الله يرحمه، هذا محمد سحنون من بلكور، كان يجي بالسلعة لواحد الرومي. وهذاك النهار من بعد 19 نوفمبر من بعد 17 نوفمبر شفته كان شوية حزين، قلت له محمد ما راكش تضحك كيما زمان واش صار هذا؟ قال لي ماشي على علمك يا اخي، ناضت في البلاد ولازمنا نوضوا. شبكت فيه، قلت له يا محمد يا خويا الك انا ثاني راني حابه ندخل في هذا الشيء، واش راه صاير ها من هنايا؟ حنا كنا ساكنين غير مع الفرنساويين في هذاك وين كان في لا كولون فارول، مازالها واسمها لا كولون فارول، كنا ساكنين غير مع الفرنساويين. قلت له انا ماذا بيا نوضهم، كاين بزاف لا نجمو نوخذوهم، فهمتني؟ قال لي لا زليخه، حوسينا على دار باش ننجمو نحطو الناس اللي يتخباو اللي هادي ولا هادي. قلت له صح، بابا عنده صحابه، خاطر بابا كان سمسار يلتي كوختيي يكوني تو لي فرانس، يعرف الفرنساويين كاع انت عندك الحومه مام واسمه يا لالا، عنده واحد صديقه واسمه دكتور فوركاد، الطبيب واسمه فوركاد، ساكن في 14 رو كولونا دورنانو، في هذا 14 رو كولونا دورنانو الدار عجبتني فيها اربع دخلات، وين كان ساكن هذا الطبيب؟ مقابل ماسو، هذاك الطبيب فوركاد الى في سي كليون، كليون داخلين هذيك لا كاش نتاع 14 رو كولونا دورنانو يا وليداتي، فيها اربع دخلات قلت لكم، وفيها اربع بيبان، بارتمان تاعو هذا فوركاد عنده اربع بيبان، مثلا انت راكي مجاهده ما راكيش مجروحه ننجم نخرجك تروحي على رجليك ما يفيقوش بك، تروحي حتى البالي دو لا جوستيس ما يشوفوكش، ملي كانوا مضرورين ولا نخبيهم كما كان يقول لي سي سي باغ بلو، داري رجعت باغ بلو، خاطر يقول لي وين ندخل، هذا مول الدار يقول لي وين ندخل، كل شامب جو دوا ترونتري، قول له كوش لو ديغي. من بعد ما مات جا الشرقي ابراهيم مع محمد، كان مع الشرقي ابراهيم محمد سحنون، اهملت حطه لي هدايا الثوازيام، وزافي بن خدام وزافي الشرقي ابراهيم وزافي ياسف سعدي، بدا يخدم فيا، بدا يسمو ديري هادي روحي لهادي روحي. علاش قلت لك وصلت لك الكوريه كاش يقولوا بالعربيه
الكوريي يجي من القصبه جميله مره ما جميله بحيره تعطيهولي مره زهره دريف مره خاوه يجيبوه لنا نطلعوا اللي نعطيوهم كلود دوبوشي واللي نروحوا نعطيهم اللي ما كنتش عارفه قلت لكم يا وليداتي اللي كان عبان واللي كان كريم. في هذا الحي الثوري بالمدنية المدعو سالومبي سابقاً تسكن صفية بن مهدي البالغة من العمر 24 سنة لما بدأت العمليات الفدائية. احنا في المدنية كان عندنا بعد جارنا عبد الرحمن لعل الله يرحمه كان هو في الولاية الرابعة كنا عندنا المدرسة السابقية في سالومبي زرعت فينا الروح الوطنية لينا ديولو ما يرفضش. أنا مثلا كان سي إبراهيم فردي هذا هو المسؤول نتاعنا جماعة تاع شبان فدائيين ولازم نقلوا سلاح من مكان لمكان والفدائي كي يعمل العملية نرفضوا السلاح ونهربوا به ونخبيوه نوجهوهم وقت لا غولاف نتاع كانت لي زيكيب نتاع لي باراشوتيس لي يعسوا الحراسه نتاع فرنسا نتاع الجيش الفرنساوي عندنا وقات حنا البنات حنا نعسوا حنا كنا معلمات كيما بدينا في التعليم قرينا ومن بعد قرينا في المدنيه كنا جماعه تاع ثلاثه اخوات ماشي اخوات يعني بنات هكذا وحنا كل واحد كيفاش انا عندي كان اتصالات مع عندي الترجمه خاطر يكتبوا ما بين الجيش وحنا المدن كاين العربيه الجيش الرسائل بالعربيه وفي هنا في المدينه في الجزائر بالفرنساويه الاخر كنت نترجم الرسائل اللي تجي والرسائل بالعربيه نترجم ولا الرسائل بالفرنساويه انا نترجمهم ونتصلوا مع الجيش في الولاية مثلا الولاية الرابعة كانت السيكتور نتاعنا 5 مليانة جليدة الولاية الثالثة كنا عندنا ثاني فرع في الولاية الثالثة تيمرتين الولاية الأقبو ثاني للصدوق ونروحوا حتى للدار سي حميمي الكوماندان سي حميمي الله يرحمه عندنا اتصالات مع الجيش. لإبعاد شكوك المستعمر أثناء أداء المهمات الصعبة كانت جميلة بوباشا الرفيق الدائم لأخيها. قبل ما نحكم خويا كنا تاني نديو المجاهدين اللي كانوا يحوسوا عليهم كانت زيتي ريشيرشي كان خويا عنده اون كاميونات 203 كاميونات كان يديهم من مطاع المطاع قبل ما يطلعوا للجبل كان يديهم نجعلوا مساحة شهداء حتى الواد الرمان من واد الرمان حتى سانت اميلي من سانت اميلي حتى البوفاريك الى اخره اسما سيتي باغ ايتاب كل مره كيفاش حنا ولي باراج ملا كان خويا دايما يديني معاه ويدي هذاك الاخ تاني باش ما يشكوش. ساهمت البنات الفدائيات في نقل الرسائل والاسلحه لقاده الثوره رغم الحراسه العسكريه في العاصمه. جميلة جابت لنا الكوغي من القصبة وانا جبت لها الكوغي تاع لا ري كلود دو بيسي خرجنا للزوج مي كنا مضرورين بزاف بحنا نسا هي كانت طفله صغيره و فازي تري اوروبيان وانا فازي تري اوروبيان دونك سي تو فو سي فو فولي باردون ما كانوش هذوك لي باترو الدنيا تغلي 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 بالواسمو ما انتبهوناش دخلنا للغالري قلت لك انا واش شريت باش نحط لها الكوغي ويا جابت لي في قزديرات تاع الحليب الكوغي تاع لا كازبا ومن بعد سيتي ديفيسيل واش كنا نعملوا كي كان هذوك لي زاباغي هذوك لي اسمو اللي يجوزوا باش تشوفي لا راكي رافده سلاح ولا رافده حاجه ولا
اهمالات حنا كنا نخمو، ماشي هما اللي كانوا يقولوا لنا، حنا اللي نخمو، خاطر حنا اللي كنا رايحين نجوزو. دونك انا مثلا نجوزو ثلاث مرات، كنت كي كنت رافده السلاح فوقي نقول له بركه دوخه او شنو هدرت نطلع العاد نسكن هنا دوك تروح تمر لي حياتي دائما نون باباس اسمو. هكذاك اللي كنا ننجمو نجوزو السلاح. السلاح كنا اما نديوه في حاجه يعني في يدنا، اما نعملوه في صدرنا من الداخل ونلبسوه من الفوق ونجوزو هكذا. كان المستعمر الفرنسي في راحة في العاصمة الجزائر حتى أواخر سنة 1956، حيث كان لزاماً على الثورة زعزعة عرشه. وهنا كان دور البنات الفدائيات مهماً في وضع قنابل في أماكن حساسة. لأن القصد نتاع السيسيو يعمل بالجزائر عاصمة محررة، عاصمة سياسية، عاصمة نتاع التجنيد، عاصمة نتاع اتصالات. ولكن الظروف نتاع المعمرين حتموا علينا وباش نواجهوا العنف بالعنف، وهو البومبة اللي عملوها في لاريو دي تاب في لاكاسبا باش لي مبل كانوا ساكنين فيه العرب طاح عليهم كامل، وكانوا ماتوا فيها 17 واحد و70 واحد بزر. تحتمت السيسيو باش يعني يقابل العنف بالعنف. ثم ديك بدات يعني يخدموا لي بومب ويحطوهم في القهوه وما شابه من ذلك. لا كان لهم توجيه، ما يعملوش من تلقاء انفسهم. يعني امر يتخذوا يعني امر باش يعملوا، وين المضرب يحطوا هذيك البومبة ثانية، مش هما اللي يحطوها كما يحبوا. المضرب الفلاني تروح ليه ودعم. هذه الصور طبيعية لدى المستعمر الذي لم يشعر يوما بمسؤوليته في معاناة الجزائريين من ذعر الجوع والفقر والحرمان. يعاني المستعمر في العاصمة للمرة الأولى من الذعر، عبرت عنه جرائده بعد تسجيل سلسلة انفجار القنابل التي وضعتها الفدائيات ابتداء من 26 سبتمبر 1956. كتب جنرالات تعود لسرد أحداث الانفجارات بأسماء فدائيات متهمات لديهم بالإرهاب. حتبا خدمت مع التيمسيت، لي فرير تيمسيت اللي كانوا في بير خادم، اللي كانوا يديروا لي ماتشار pour fabriquer les bombes. C'était des chimistes. كنا تما كنرفدوا السلعه ونديوها في مطعم واحد اخر، ماشي تما، ماشي عند لي تيمسيت اللي كانوا يفابريكيو البومبات. يعني الماتير شكون كاباب دو فو دير كال ماتير يعني لا بلوز امبورطون فور. ومن بعد تروح من جهه واحده اخرى حتى تصبح، من بعد ترفد هكذا بواطا وتروح تحطيها. Hassiba l'a fait très souvent. Moi, j'ai peut-être fait une 5 ou 10 fois avec elle, mais pas. الشهيد العربي بن مهيدي بشخصيته الفولاذية كانت مقولته الشهيرة عند اعتقاله أحسن ردا وأحسن تعبيرا عن العمل الثوري. Monsieur بن مهيدي. Ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes? Ces bombes qui font tant de victimes innocentes. Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent mille fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le couffin. لاكوست أمام امتحان صعب في العاصمة، عين الجنرال ماسو ومعه رجال المظلات، ووضعت العاصمة تحت السلطة العسكرية. لكن ورغم سلسلة الاعتقالات، الفدائيات لم يتوقفن عن أداء مهام صعبة وخطيرة خلال إضراب الثمانية أيام الذي أقرته قيادة جبهة التحرير. et non mourir de faim.
يشتد الخناق على العاصمة، ويصبح تنقل المناضلين مغامرة أكثر من أي وقت مضى. لكن للفدائيات موقف آخر. أنا قلت لك لو 8 jours de la grève رحت avec un manteau jaune يعني ما تشوفو فهمتيني واش حاب يقول هذه كلمه لا يا شفتيني انت شفتوني انتم 7 8 جون ها ومن بعد كي دخلنا في هذاك الواس مو باش نعطي لها هذيك الامانه وهي تعطيني الامانه شريت روج اليف طلصتو شكون ورحت من تماك من غالغي الجيريان رحنا جميله راحت على القصبه عاودت ولات القصبه وانايا من تماك رحت لا كلود دو بوسي كان فيه بن خدا كان فيه اظن ما شفتوش انا في القزبه انا ما كنتش نرقد في لاكازبا ما كنتش ريشيرشي باش نرقد جيتي با ريفوجي كيما حاسبه الله يرحمها وكيما غير حاسبه الاخرين كيما زهره دريف تاني ساميه الخداري ما قعدتش بزاف زليخه ابو جمعه هي اللي علمتني القزبه كي كنا نخدموا في دار الحبوس هذوك نديو لي ميساج من دار لدار لا غريف تاع 8 ايام نهار من قبل مصطفى الله يرحمه قالنا لازم توصلوا باكي وكان كبير هذاك الباكي هذاك فيه بزاف حاجات السلاح فيه قالنا تديوه لدار حافظ خاطر من تم كان خويا ومحمد سمير الله يرحمه حافظ ومحمد حامل كانوا طالعين للجبل صح لا فاي تاع لا غريف كان غاتيساج فو كي نقول لك عالسكري قدام خوه عالسكري قدام خوه اللي يطلع في الحافله يتحوس وقبل ما وكي يحبط يحوسوه مصطفى الله يرحمه كنت مع ناديه حافظ خت محمد سمير كنت معاها باش نطلعوا هذاك كان ثقيل بزاف هذاك ركبنا في الحافله ما قلبوناش العسكر هكذاك وحنا انا وناديه نتمشاو ونضحكوا يقول لك هادو محسوب ما على بالهمش يعني بالشي اللي راه صاير كي وصلنا لفور لومبرور قالت لي وين نحبطوا قلت لها ما نعرف ومن بعد غير وصلنا لفور لومبرور قلت لها ناديه نحبطوا حبطنا لقاونا العسكر كي لقاونا قالوا لنا واش عندكم في هذا الباكي قلنا له سي دي زافير دو سبور اي ومن بعد قلتلو فو نفولي با فوار نو كارت ديدونتيتي وانا هذيك لا كارت ديدونتيتي حكايتها حكايه ومن بعد حتى الاستقلال باش عرفت شكون سنياها سيتي شوفاليي وهو كان يخدم مع الخاوه وانا ما كنتش عارفه دايغ هضر عليه سي جمال بناي في الكتاب ديالو بهذيك لا كارت ديدونتيتي كي وريناها لهذاك لو ميليتير قالنا باسي باسي وسدنا هكذا وقالنا جوزو سيتي دي جون زابلي اي اون فاس دو لاغي وين كنا احنا طالعين اون فاس يافي ان كاميون لو كاميون هذاك فيه لو شيف ديالهم تاع لي ميليتير اللي كان ملا بدا يزقي قال لهم فو نافي با فويي لو باكي فو نافي با فويي لو باكي ضرت لي قلت له سايي مون كوموندون سايي مون كوموندون ورحنا نجريو وتما كان بعيد عقبه يما كانت تعس فينا وخوها تاني سمير الله يرحمه كان يعس هذاك في الزنقه مي بعيد كان يعس في لي زاغي شفنا جينا ولا ما جيناش الا نحكمنا ولا ما نحكمناش Il y avait une patrouille qui arrivait, mais là, بقيتو على خير كان في الكراج كان الى ديمونتي توت لا فواتور سيتي تو ميكانيسيان اور بير الى ديمونتي توت لا فواتور باش دينا له الشيء اللي جبناه باش حطو بين البيبان باش حطو ومن هذيك ما زلناش شفناه فدائيين تاع سالومبي هادو اللي كنت معاهم كانوا في الاول تابعين قلت لك لعبد الرحمن العلا ومن بعد لا زون اوتونوم منهم
بشير ولد موسى ومدني يمين مدني محكوم عليه بالإعدام وما قتلوش جال الاستقلال ما قتلوش كان جانا في دائي وحسين كوار هادو ثلاثة كنت أنا متصلة بهم ومحمد سيوان في أيام لاغريف تاع 8 أيام كانوا خبيناهم في الجامع كان مازال ماشي جامع غير أقسام مبنيين لتحت وأنا تكلفت باش مع أخت واسمها مراكشي ملكة مراكشي كانت صديقتي زميلتي في العمل تكلفنا باش نقطعوا يقطعوا في باش يخرجوا ولا يكون عندهم اتصال كي الوقت اللي تكون قلت لك لا غولاف تاع ليزيكيب تاع لي باغا. وفي حي القصبة وبعد اعتقال جميلة بوحيرد كان لزاما تأسيس دفاع لها. زليخة بوجمعة تروي لنا كيف تمكنت من إقناع المحامي التقدمي فيرجاس للدفاع عنها. كن حكمت جميلة بوحيرد ألو جاتني زهراء دريف جاتني لاكاش تاعي في لا ري كولونا دورنانو 14 ري كولونا دورنانو قالت لي الخورة ويقول لك روحي كونستيتو جيزال أليمي رحت لحفت واسمو وقفيفة في يدي فزجت جال وراني نستنى حوس تخرب 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 سقسيت خلصي قالوا لي اني بالا اني بالا اني بالا جبال 11 11 ونص قاعد انا نستنى نشوف هالشي توك حابط رحت ليه لحلحت وحبيت بسلو يدو قلت له مسيو قال لي نو مدام مو جو بارا 5 اور مو جو سوي فوني بور اون افير جو بارا 5 اور اي مسيو سيل فو بلي ما في الا ايت اريتي الي ات ان ترين اون ات ان ترين لا تورتوري ا لوبيتال مايو اكسيتيرا نحلل قال لي جو ني با دارجون بور بيي ما شامب دوتيل جو بار سو سوار كي نقول لك بون المهم جو لي كونستيتوي المهم سي لوي كا ديفوندو جميله بوحيرد. بعد إضراب 8 أيام ضاعف مظلي بيجار عمليات مداهمات المنازل. الاعتقالات أصبحت متتالية في صفوف الفدائيين والفدائيات. الكل أصبح محل متابعة من الجيش الاستعماري مما استلزم تغيير الاتجاه بل أحياناً مغادرة العاصمة. كنت نخدم هكذا مع سيد أحمد مالكي ومن بعد واحد النهار جانا للدار على 6 تاع الصباح اهرب تعرفي جاوتشو ساقط مسكين وهو الى تيشان الى في ابان 17-18 ans جا قال لي جميله رانا اوني ريشيرشي قلت له كيفاش اوني ريشيرشي قلت له غير انت اللي تعرفني انا ما كانش اللي يعرفني قال لي لا قال لي اللي حكموه هو قال علينا وقال عليك قال جميله باسكو يعرف خوك قلت له بصح جميله كاين بزاف في الجزائر ماشي غير انا قال لي لا بار برودونس يلفو بارتير او ماكي قلت له يما نروح قالت الله يسهل يا بنتي الله ينصركم مع سيد احمد قعدنا 8 ايام وحنا في البيار مخبيين تقريبا 8 ايام عند لا فامي كالا باغلي اللي ما نساش خيرهم ديدي مصطفى الله يرحمه قتلوه الوعيس جوست على الانديبوندونس في سيسي الفو و بيسكون دوفي الي فيغ لو كورسو كان لازم عليا نلحف دونك طلعنا للجبل بشويه ومن بعد وصلنا قال لي السي كمال الله يرحمه باسكو استشهد وليد القبه هو il était commissaire politico-militaire. قال لي دونك بعثنا البنات كامل اما للمغرب اما لتونس قال لي الان حصلوا مجموعه تاع المجاهدين رجعوا يجيو لدارنا ويعطيوني سوا لو كوريي في ذاك الوقت كنت في الاول كنت ندي لو كوريي يجي من الجبل يجيبه لي خليل الله يرحمه خليل بو جمعه لو كوزان دو زليخة بو جمعه وانا نديه لافامي تمام. زليخة بو جمعه اضطرت لمغادره العاصمه الى تونس
وفي الحدود عاشت أحداثاً مأساوية بقت عالقة في ذهنها. La misère, il n'y avait pas de truc. Vous savez, on a vu une fois une chose, qu'il fallait extraire une jambe d'un djoundi, qui ne pouvait pas. Il y avait deux frères comme ça qui se levaient, qui urinaient pour désinfecter. On n'avait pas de truc. Les choses ne sont pas arrivées tout de suite. الاستعمار الفرنسي يوهم نفسه بأنه انتصر على الثورة في العاصمة، يعود للاسترخاء والتنزه في شوارعها. لاكوست يتجول في العاصمة تعبيراً عن الأمن الموفر للمعمرين، لكن مرة أخرى تعود الفدائيات لتذكيرهم بالمقاومة. جميلة بوباشا تضع قنبلة في المقهى الجامعي يوم 19 سبتمبر 1959. قلت له لازم تدبر لي بومبا منين كان، لازم نحطوا لهم بومبا باش يعرفوا بلي ما زلنا هنا. ما لا جاب لي بومبا، واللي دعمها لزليخة هو اللي جابها لي قبل ما يكون غوشيرشي. قال لي راهي راحت تصدق على الخمسة نتاع العشية، قال لي لازم ربع ساعة من قبل تبعدي عليها. الوغ مسيت كلش بليغون، قلت انا زعما لو كان باش ما يعرفوش لي زومبرونت ديالي. حكمت هذيك البومبا بهاد ليغون، حكمت الساك ديالي، مسحته مليح، مسحت كلش مليح، حطيتها بصح ما خطيتهاش جوسكا لا ديرنيغ مينوت. وي اون افي ريغلي نو مونتر سوا سوا مع السي جمال، مع الواسمو، اون افي ريغلي نو مونتر. كيف في قعدت حطيتها هكذا فوق الكرسي، وحطيت ان فولار باغ دوسو هكذا، وراني قاعده. جي كوموندي، قلت لها اسكو جو بو الي او تواليت، قالت لي وي، وخرجت من الباب اللي منك، ما وليتش لهذا الباب هذه، وقطعت. بعد أشهر وأثناء عملية مداهمات المنازل، تم اعتقال جميلة بوباشا في مقر سكنها في دار إبراهيم. وكالعادة الصحف الفرنسية تتناقل خبر القبض عليها، غاضين البصر عن تجاوزات جيش الاحتلال. كي جاو حبوا يطيرونا بينا بالدار، دخلوا للصحين، ومن بعد جاوا قباله. كي دخلوا قباله داو راجل اختي كان بيت عندنا، جاوا قباله ليا، خرجوني هكذاك اون بيجاما راني ثابته. ومن بعد قعدوا حنا عندنا، بداو يضربوا فينا، وبداو ولاد خويا مساكن كانوا صغار، الكبير فيهم كان عنده يا ربي 4 سنين، كامل واساهم بهم بالمطارح ديالهم، حتى رحنا لهم قلنا لهم فوزيت دي سوفاج. بون داوني انا وداو بابا. هنا تبدا قصه جميله بوباشا مع جلاديها، وسنها لا يتجاوز 22 عاما. تعذيب كانوا يعملوا الماء في لابينوار ويغطسوا لك راسك الداخل، يربطوك هكذا منا ومنا، ويدخلوا لك حطبه تخرج منا هكذا الديباسي، ويربطوا لك هكذا يديك هكذا، كي ما تقريش يتلقوا يدهم وانت راسك يولي لتحت وتشربي الماء حتى سكاي توفي. ومن بعد يعاودوك يشوفوا بلي واسمو، يعاودوا يطلعوك الوغ يقولوا لك تهضري، تقول لهم جوني ريان اتيغ ولا جو نسي با. ولا طلعني الكابيتان، طلعني لواحد الغرفه الفوق، باسكو سي ان ستيل موغاسك هذيك الفيلا اللي داوني ليها في البيان. كي دخل هكذا الكابيتان هذا دامي، جا قندريش خزر فيا، ومن بعد حكمني منا، حكمني هكذا وقعدني، قال لي كونت اوني دوفون لو كابيتان اون سو مي او غارد افو. قلت له مسيو، قلت له جو ني جامي في مون سيرفيس ميليتير، تعرفوا يحكمني هذا قندريش بياع. ومن بعد حطوني لا كازيرن دو جيني، تما تريسيتي تاني في لوساندي. الوغ كي ما تحكمش تريسيتي فيك يعملوا لك سكوتش باش تحكم مليح. وواحد المره وساولي هكذاك تريسيتي، بديت نهضر
هكذاك هما يعملوا لا ميوزيك على خاطر باش ما يسمعوش الناس الصغار العياطو سي توجور يا لا ميوزيك اذا شتي دون لي فيلم سي تو يا توجور دو لا ميوزيك كونت يل تورتور لي جون كنديرش قال لهم حبسوا قال لهم راهي تهدر ملا جا كي جا باش يسمع واش راني نقول قال لهم اللي طون طرين دو ريسيتي لي فيرسي دو كوران Elle n'est pas en train de parler, elle est en train de réciter les versets du Coran. Quand nous avons fait ayat al-Kursi. Alors, c'est une dose d'année plus forte de l'Ouasmo. Tu as cassé sur place. La cigarette, quand justement, tu as fait. جاء لو كابيتان دامي كي طلعت من لوساندي هكذاك لو لوندومان ولا جاء طلعوني لواحد البيرو الفوق وكنت دايم بون جو مابي اون لون شويه شاف بلي من تحت حاجه كانت شويه من زرق وكان واحد الراجل ميليتير بيان سور غرادي قاعد في الكرسي مواسي متريك في الكرسي هكذا يا بي دوتر ميليتير ومن بعد هذاك الكابيتان دامي قال لي كاسكو تو او بي وسيت انا هكذا كي وسيت هكذا درت هكذا شفتو يواسيلهم انا شفت هكذا رجليا حاجه كامل كحل كما كانوا يعذبوني في لا كازيرن لو جيني وفي الواسمو كامل حتى من بعد باش جي ريماركي بلي جيتي اونتيرمون بلو صفية بن مهدي رغم تقدمها في السن فإنها تتذكر وبالتدقيق الظروف القاسية المفروضة على النساء المعتقلات لك أنا بالنسبة لي البنت اللي كانت معايا في هذه تاع 57 بايا سلاماني لا يذكرها بالخير يدق رايحة بصح راهي مازالت للدق الآثار نتاع التعذيب عذبوها بالتريسيتي في راسها عذبونا بالضرب وبالتريسيتي وبالاخر هي عذبوها اكثر مني باش يديونا لابيلا سيزيني كانت كومبلي لابيلا سيزيني كانت معمره بالعذاب ثاني التريسيتي والماء والضرب والمقابلات كانت معمره داونا حلو قسم التعذيب في ديار السعاده كانوا يبنيو فيهم ولي كاف في ديار السعاده تحتها تاع ديار السعاده داونا لتما معمره لاكاب معمره برجال قالوا ما حطوهمش هنا مع رجال حطونا في فاين الكار نتاع مولود الناس كار بلو حطوه في ساحه تاع ديار السعاده انا والبنت هذه حبسونا فيه كنا محبوسين فيه داك الوقت بداو بحثوا العذاب وقعدنا 8 ايام تما ما ناكلو ما نشربو بعد هذيك الاضراب تاع 8 ايام فتحوا الكون تاع بني مسوس هو بالقياط تاع العسكر من بعد كي داونا لبني مسوس ما قدرناش رفدونا كي الشكاير حطونا هكذا في لي كاميون مع رجال انا نتابتا كي حبطنا طحنا على ركايبنا ما قدرناش نوقفوا حتى رفدونا باش داونا القياط كانوا قياط ذاك الوقت كانوا القياط كانوا كي حكمونا بعد في 57 بعد لا غريف تي بيشو كنا 13 مره في القيطون 13 بروميير فام في القيطون في بني مسوس منهم خالتي حميده الله يرحمها حميده سحنون يمات نور الدين سيره تحكمت مع وليدها نور الدين سيره 20 سنه في عمره قتلوه العسكر كان طلعوه من الفيلا تيزيني هو ويما وقتلوه وكانت سليمه بالحفاف مرت بن خده معانا من صالامبي كانت بايا سلاماني وما زالت في الحياة في زوج ليلى العالية سكوم كنا 13 زوج روميات فرنساويات هي مرسلي صغيرة هي صغيرة فينا 15 سنة في عمرها حكموها بالقفيفة في زنق القصبة زنيقات تاع القصبة بالقفة بلي ريفولفير بالمسدسات شهد ملف محاكمة جميلة بوباشا تلاعبات وغموضا قصد التستر على التعذيب الذي مارسه الحكم العسكري ضدها
قبل ما تجي جيزة الحليمية جابوا لي 101، جابوا لي الأطباء، جابوا لي البسيكياتر، جابوا لي حبوا يردوني مهبولة باش كلامي كامل يعني يطيح، يعني مهبولة ما عارف عارفة واش تقول. وكانوا تاني الشيء اللي كان يعني سيتي بيزار وزيزال من بعد كي حكيت لها قالت لي سي با نورمال، كانوا لا غارد موبيل يجيو يبحثوني في الحبس، يطلعوني للفوق وين البيرو ديال المدير دون اون بيتيت بيس ويبحثوني الوغ كي نافي با لو دووا دو الفير. لا سول بيرسون كي بوفي مانتيروجي سيتي لو جوج دانستركسيون. البيير جا واحد مانيش عارفه شكون، هذيك مانيش عارفه شكون، الى في ان كيبي سيتي سيرتينمون ان تري او غرادي، حلوا لا سيلول ديالي، قال لهم نحب نشوفها، حلوا لا سيلول ديالي وبقى يخزر فيا يخزر 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 فيا. ومن بعد راح كداوني حبطوني لدار الشرع من البيير، حلفوا فيا هذوك لي تورسيونير، قالوا لي لو كان تهضري على لا تورتور نعاودو نردوك. الوغ مي انا كي وصلت لتما هذاك لو جوج دانستركسيون جو نافي با دافوكا، ما كان عندي حتى واحد. قال لي الوغ سوسي سولا، قلت له ايكوتي، قلت له ميتي تو سكو فو فولي جو سين، قلت له مي راجوتي اون شوز جي ايتي تورتور. نهار جات جيزال حليمي خويا سمع بلي كنت في الحبس، كان واحد من السجناء اللي كانوا في بول غازل كانوا رايحين يخرجوه، كان عارف بلي كان رايح يخرج، مالا قال له خويا، قال له نعطيك بريه، البريه هذيك كتبها لجيزال حليمي. جات كتبت لي جيزال حليمي، كي كتبت لي قالت لي سي تو فو كو تو ديفوند il faut écrire aux juges d'instruction et donc انا كتبت باش تدافع عليا 700,000 تاع ذاك الوقت، عطات لها يما دافعت. لا نقول لك صح صح، يعني باش نقول ما دافعتش، دافعت لا ريسكي ميم سا في. عملت المحامية المتعاطفة مع القضية الجزائرية جيزال حليمي على نقل جميلة بوباشا إلى السجن في فرنسا لإبعادها عن مناورات الحكم العسكري الفرنسي في الجزائر. ودوني الكام كل ما تجي دالتي باش يبحثني هذاك لو جوج دانستركسيون شوسي لابري، إنسان هايل حب بارتو لي مويان يعرف الحقيقة. وأنا عاملة لا غريف دو لافان، واحد النهار قال لي كي كان يبحث فيا قال لي كيفاش ربطوك بوغ لا بينوار، وريت له كيما وريت لكم أنتوما، بصح قال لي سني دخل أن كارد ربطوه إيلون بري أون فوتو. قال لي لازم إلا راكي تقولي الصح، قال لي لازم تعقلي لي تورسيونير ديالك. يافي ان كارتون هكذا كبير وفيه تصاور هكذا كامل مستفين، قال لي سون فلو. قلت له كومون فولي فو كو جو ريكونيس لي جون، مي مالغري سا عقلت، بقيت قلت له هذا الى ان ديفو دو لانغ، يخزر في جيزال ويواسيلها هكذا يضحك سي فغي il avait un défaut de langue. زدت ثاني واحد اخر ثاني قلت له هذا il avait un grand grain de beauté، نحاوه في التصويره على الغرين دو بوتي. ومن بعد بقيت نخسر واحد التصويره كانت في هذه الجهه، ومن بعد قال لي بوكو فو ريغاردي بار لا vous avez reconnu quelqu'un. قلت له écoutez je crois que j'ai vu cette personne. قلت له mais je ne sais pas si je l'ai vu ici ou en Algérie. عيط للغارديان، عيط له قال لي سي با سولي لا، هذاك اللي وريت له كيفاش عملوا التصويره ديالو معاه. قال لي سي با اه وي، قلت وي سي سي لوي. جميلة بوباشا va déposer plainte. لعبت النخبة الفرنسية المناهضة للاستعمار من كتاب وفنانين دورا كبيرا في الدفاع عن جميلة بوباشا. لهذا القصد رسم الفنان العالمي الشهير بيكاسو جميلة بوباشا في لوحة فنية. Ce matin, pour la première fois, sont apparus leurs drapeaux.
vert et blanc avec le croissant et l'étoile. خرج سكان أحياء العاصمة يوم 11 ديسمبر 1960 في مظاهرات شعبية عارمة تعبيراً عن رفضهم للاستعمار الفرنسي، غير مبالين بقمع جيش الاحتلال. صفية بن مهدي عاشت هذا الحدث، بل كانت من العناصر الفاعلة. طالما بكامل خرجوا نساء ورجال وصغار وكبار، علاش قلت لك لقاو عليا القبط؟ قلت لهم ماشي غير انا المراه اللي خرجت في صالون بي، كل خرجوا، ولكن كاين السوابق نتاعي اللي كنت تحكم، والسبب نتاعي العالم كنت فوق كي صوروني، ما صوروا هما كانوا تاع لاساس اللي كانوا يصوروا فوق الكاميون، العالم شدنا، عالم من جهه وحده تلميذه كان تاعي فتيحه باشا شادين العالم اني طاندار منا ومنا هكذا، هي من جهه وانا من جهه، رفدونا حطونا فوق لاكابين تاع الكاميون شادين العالم. انا حوسوا، كانوا يحوسوا عليا بالتصويره ملكه مراكش يا دي صديقتي. 15 يوم تخبيت، واخيرا يما كانت بعثت لي قالت لي امي، قالوا يديو باباك، يا قالوا له دامي بعثوا لنا كونفوكاسيون، يا تجي يا يديو باباك. داني بابا مسكين داني، ورحنا قالوا فوالا تا في فو با دوموندي دي زكسكوز، ما الي قالوا روح انت لدارك وهي تروح عندها وين تبات. بابا راح رفدوني حطوني دون ان كاميون مع لي باغا، يعزوا عليا داوني الفيلا. للان مانيش عارفه كي حكيت لخواتات وين تعذبوا ولا الخاوه، قالوا لي هاد الفيلا قديمه في حيدره، نصيب الناس عرايا مساكن رجال محزمين غير بالحبيله، ينحيو لهم السبته تاع السراول تاعهم، ينحيو لهم حوايجهم لي تريكوت بو لي تورسو نو بالحفا مساكن هادي. وشفت شي رهيب، داو لينا فيلا نادور، لا فيلا نادور هادي جهت كانوا يعذبوا فيها كيما في الغولف ليسي فرومونت ليسي ديكارت، كانوا يعذبوا فيها فيلا تخرج حتى البولفار جيت لي لا تيلي، جيت لا تيليفزيون، باب للتحت وباب من الفوق. خرجوا رجال في بيت وحده، خرجوا كامل رجال حطوني فيها، فيها مطرح معمر بالتبن، يافي ان بتي اون فونيتر ان بتي بالكون هكذا فونيتر، رابطين فيها كلبه حاجاكم، اون شيان تعس رابطين فيها ديك لاشيان اللي تعست باش ما نهربش. قلت لهم انا عندي حكايه، حكايتي مع العالم. زليخة بوجمعة واصلت مهامها لخدمة الثورة في تونس. وانا قادروني اللي بعثوا البنات باش يديروا ليزيتود دو ساش فام اون ايجيبت، قلت لهم لا انا نقعد في الحدود مع ولادي مع خوتي، ما نروح نقرا، كي نوصل بعد الاستقلال نروح نقرا. هذا اللي يمكن حبوني. كونديسي كنت نسوق بفرحة عباس من تونس للقاهرة، من القاهرة لتونس. مع بداية سنة 1962 أصبحت بوادر الاستقلال واضحة جلية، الأحداث تتسارع لصالح القضية الجزائرية، الخطاب السياسي الفرنسي يدخل كلمة حق تقرير المصير، المفاوضات بين الطرف الجزائري والفرنسي متتالية خاصة في مدينة إيفيون الفرنسية. هذه المتغيرات كان لها تأثيراً على الفدائيات المسجونات في فرنسا خاصة. كي قرب الاستقلال يسمعوا سيسي الفو طمونا كامل وداونا للحبس نتاع غان، داونا توتا في دون لو نور، كنا دون لو سود رطونا دون اون تري غراند بريزون، اون بريزون مودرن، كانوا بنات من وهران اللي كانوا في كان، اللي كانوا في لا بريزون دو كان، كانوا بزاف، كانت فطومه مزيان الله يرحمها، كانت مايا حسين، كانت جهراء قرور، كانوا مشلف، كانوا تاني من مليانه. تسمى جو سوي ريستي بريفنو بور او نورمالمون، كان غير قالوا سيسي الفو كانوا يرميوني برا، مي قعدت انا حتى الخواتات كامل اللي كانوا محكوم عليهم بسبع سنين بعشر سنين بابيربيتويتي افانتون كامل خرجوا، الا
اللي كنداني عمر وانا معاهم هم خلوني مع جميله مع زهره خرجت كانت تجي تشوفنا بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962 طبقت منظمة الجيش السري OIS سياسة الأرض المحروقة في الجزائر فكان على الثوار والشعب الجزائري التصدي لهم وإيقاف أعمالهم الإجرامية وهنا تلتحق جميلة بوباشا بالركب بعد خروجها من السجن وكذا صفية بن مهدي ما جينا نوصلوا لهنا لدار إبراهيم وين كانوا والديا وما كانوش في البلاد راحوا من البلاد باسكو الواس كامل واس كامل سيتي دي كولون في زواوة هنا مور بواديكار كانت كد شرا تاع العرب ناس عطاو لهم وين سكنوا تما داني مي 15 جوغ ابخي وتم جاو الخواي مون كونتاكتي قال لي تو فا روبرون تو فا روبروندر لو ترافاي قلت لهم ايه دونك اون اورغانيزي des hôpitaux, on a organisé, parce que nous avons rien de plus. Donc il fallait organiser sur des cliniques. Donc nous avons eu des hommes, où nous avons eu les blessés de l'OAS, nous avons eu des médecins. J'ai organisé des écoles, في واد الرمان هنا باش الدراري ما يقعدوش بلا قرايه. فوالا سكون في مع الخاوه كنت نخرج معاهم مره على مره سورتو سي جلال الله يرحمه يفزي بوكو داتونتا كونتر لو اس بالنسبه لسالامبي كانوا مدرسه النادور مثلا في المدارس في الساحه تاع مدرسه ليكول نادور هذه كان مولود فرعون هو الله يرحمه مدير ومن بعد يوسف باغ كنا الساحه لاكور معمره بالجارح والموتى ولاد بالكور يعاونوا فينا يعاونوا بزاف نطلعوا محتم بالكور يطلعوا ويستفوا خاطر كانت كلينيك كان في سالامبي كانت عندنا كلينيك جاو الاطباء فولونتير جاو لي زانفيرمي فولونتير جاو دي فولونتير يخدموا وحنا جندنا البنات ونساو بنات اللي تقدر تعمل حاجه تعمل حاجه اللي تداوي اللي تنقي اللي توسي تشكى اللي بمجرد 17 جوان حبسوا الوايس بدينا نوجدوا الاستقلال الاستفتاء جرينا عملنا تحسيس كبير عملنا دعايات كبيره باش يخرجوا الغاشي للاستفتاء للاستقلال وجدنا باش نحتفلوا بالاستقلال خيطنا البسه للبنات وسينا ديفيلي كبير تاع البنات كثر البنات عملنا ديفيلي باللباس الوطني بيض واحمر وباللباس تاع والاعلام خيطنا الاعلام في المدرسه كانت مركز التكوين المهني في المدنيه نباتوا ليل ونهار وحنا البنات من كل جهه نسا يخيطوا 3 جويي وسينا غران ديفيلي تاع تحضير الاستقلال زليخة بوجمعة تصل لمطار الجزائر عائدة من تونس يوم 3 جويلية كي جينا لو 3 جويلية احنا دخلنا تماك وانا هربت الحوسة مالية داروا لبوم في لكولون فاغول وين كنا احنا نسكنو غانسي نيفو سور لها باسمو دونك صبتهم شتتين واحد في ديار الشمس واحد في ديار السعادة واحد ما نشعر فاوين ايزيتي تماك بديت نخدم J'ai commencé à travailler avec les avocats du FLN, les Français, Gautra, Vergès, les Canouilles. J'avais 3 enfants, ma charge, que ce soit les études de mes enfants, que ce soit les orphelins de mes enfants. Je suis une femme battante, je n'ai pas honte de travailler. Head ingénieur en fonderie, il a fait l'école américaine Boeing. Head, il est docteur en droit international et crimes contre l'humanité. Nader, Osmo, Hadak, il a fait la Sorbonne avec la sueur du front de Khalid Zoulira. لم تذرف السيدة جميلة بوباشا دمعة واحدة وهي تروي لنا قصة معاناتها وتعرضها لأبشع صور التعذيب بل كانت تحكي ببشاشتها المعهودة وشخصيتها الفذة
لكن لم تمسك دموعها لما تذكرت واقعة أم الشاب الشهيد، وعند تقديمها الوصية للشباب الجزائري ليحتفظ بالأمانة التي هي الجزائر. تفكرتي مات شهيد، ديت لها لا بونسيون تاعها، وجبت لي القمجة تاع وليدها اللي قطعوا له راسه بها، خاطر يقطعوا لهم لو كول هذيك. وقبل ما يستشهد بعثت لها صور ما نش عارفه الا صور كده سوغ ان كارتون ولا ورقه الحاسون كبيره، صور روحه هو كي كان صغير، صور روحه كي كان مجاهد، صور روحه كي كان داخير لي بارو، وصور الفينغا في الوسط، وصور راسه مقطع قبل ما يستشهد. هذاك احنا ما طلبناش من الشبيبة اليوم باش تعطي راسها يتقطع، بصح تحفظ على البلاد، تخدم كيما خدموا الناس وطلعوا ولادهم.